3 2 1. حلقة جديدة من قعدة ستات. عندي حكايات وعندي روايات وعندي مواضيع وعندي كلام كتير قوي عايزة اقوله لكم. هنحاول زي ما قلت لكم هنخس هنفرفش هنشوف نخرج الشخصيات السلبية من حياتنا ازاي. في ناس شكاية فعلا، غير قصة شكاية ان هي طول الوقت شايفة ان الناس بتضطهدها. الست عندها سنة وعندها جوزها وفي نظرة يا ربع. الشوبينج ده من الحاجات اللي بتخرج الواحد من المود. انا واحده لما بزهق يا اما بروح عند كوافير، وتاني اوبشن ان انا اروح اجيب لبس جديد. هي الفكره في ان انت بتفصلي. صرفتي كتير قوي 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 يا بابا. الست تاخد المركز الاول في ضرب جوزها. لا لا ما تهزروش. مش انت اللي ضربتي جوزك بالطفايه الاسبوع اللي فات؟ انا نجلة بتاعت الطفايه. اي علاقه بيعديها الجزء الليمت ما بتبقاش لذيذه خالص. يعني ايه اصلا هو يمد ايده عليها او هي حتى تفكر تمد ايديها عليها؟ ليه الست النهارده ما بقتش تحب تخش الماضي؟ الست بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت. الستات ما بتهزرش خالص. قعدة ستات السبت 10:30 مساء بتوقيت السعوديه على قناه الف اليوم اتش دي. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.